السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. واليوم ان شاء الله غادي نوري لكم كيفاش عدلت هذه التورته هذه اللي زينتها بالورود كما كتشوفوا، وديك الباب اللي فوق الورده ناعس. ونتمنى تكونوا شفتوا الفيديو السابقين اللي وريت لكم فيهم هذا الصابلي هذا ولي بوب كيك، ونتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ودابا ما غادي نزيدش نطول عليكم وغادي نخليكم مع الطريقه. هادو هما الشيء اللي غادي نحتاج باش نعدل، يعني الباب اللي غيكون نزل فوق الطرطه. اول حاجه غادي نحتاجها هي الوردة اللي غادي نزل عليها. غادي نحتاج هادو الكبار يكونوا هيدا، يعني من الصغر حتى للكبر. كما كتشوفوا خصكم ضروري تعملوا السكر غلاس في يدكم، لان العجينه من بعد كتضاد تلصق. وهاد الطريقه هذه يعني وريت لكم بزاف د الحاجات، يعني في التورته اللي فاتت عاود وريت لكم يعني ديك الورد اللي عملت فيها. كان الورد يعني تقريبا خدمته في حال هاد الشكل هذا، يعني بديك العويد هذاك اللي في يدي كما كتشوفوا كنبدا ندي ونجيب، كندي ونجيب، يعني كنمشي اليمين ونرجع للشمال ونمشي ونجي حتى كتشرف معانا ديك العجينه. انتم كتشوفوا على هذا الشكل هذا كترجع العجينه يعني مشارفه. هاد الفلضه اللي غادي نعمل نبيبي او التنوره اللي غادي نعمل نبيبي كما كتشوفوا، يعني كنخدم واحد الشطيبه بواحد الشطيبه، يعني ما كنديش ونجيب ديك العجينه هذه كامله، يعني كندي ونجيب غير واحد الجهه، واحد بحال واحد الطليعه هايده بحال هذه. ها كان يعني كنخدم غير واحده عاود نزيد نخدم اخرى، يعني واحده بواحده باش كيبقاو هايدا مشرفين كيف ما كتشوفوا. قبل ما نعمل الزروف مونيكا غادي نحاول نطليلها بحال الشعر، غادي نعملها بحال الشعر بهذا الطلا هذا كيما وريت لكم. هذا ماركه ويلتون، الكولور ديال اللون ديالو مسميه مارفيل، هو اللي كنستعمل في هذا اللون ديال الحمد اللي عامله يعني هذا البيبي هذا،
هو هذا اللون هذا اللي عجنت به، ودابا هو نيت، هانتوما شفتوا طليت به اللون ديال الشعر. دابا عاد غادي نلصق الزروف وغادي نعمل له الوريضه. دابا هاد الورد غادي باش نعدلو الورد غادي نحتاج هاد القطعة هادي مدورة، غادي نحتاج هذا، وغادي نحتاج هادو د البيضات. غادي نغلفهم بهذا باش الوردة ملي نزلها هنايا ما تلصقليش. كما تشوفوا الوردة أخرى كنت كنشرف فيها بديك العويد هذاك، ولكن هاد الوردة هادي يعني طلقت العجينة رقيقة بزاف. أنا كنت كان ما كنتش كنحاول أنني نشرفهم، كنت كنحاول زعما غير نرقق يعني الشطبة ديال الوردة، نرققها باش تجي فحال يعني فحال الوردة زعما بصح. ولكن هاد الوردة هادي أنا رققت العجينة بزاف باش خدمت بها يعني دغيا. كما كتشوفوا هذا النوع ديال الورده يعني ماشي ورده غير فحال الزواق وصافي. هانتوما كتشوفوا كنعملها غير عشوائيه، يعني كان هاد السنتة هادي كيف ما كتشوفوا كنبقى نكمشها عشوائيا، وكان كنحشيها ببعطيتها. اذا ما لصقت لكم شي عملوا شويه ديال الناباج بحال هيدا وعاودوا كملوا حتى تكملوها كامله.
بالنسبة للطرطة أو طرطة كانت عندي محضرة من قبل، يعني كانت عندي في محشي تاشي في المجمد، كانت عندي ليلة قبل موجودة، حشيتها غير في النبيرة أو المبرد، غطيتها كيف ما تحسو بالبلاستيك الغذائي وخليتها في النبيرة ليلة كاملة. حتى النهار د الحفلة عاد بديت كنزوق الطرطة كيف ما كتشوفوا. كنصحكم انكم الطرطه ما تحشيوهاش في المجمد، لان من بعد كتفزك، وديك هذا الفوندان هذا او العجينه السكر غادي يفزك لكم، واذا كانوا فيهم شي الوان يعني مغلوقين غتبدا ديك الالوان كاملين غادي يسيحوا وغادي يهبطوا لكم. يعني من الاحسن غير المبرد كتبقى مزيانه. واذا بغيتوا تشوفوا الطريقه د هذه الطرطه هذه، يعني كيفاش عدلتها بالنسبه يعني الكيكه والكريمه وديك الشيء، انا سبق لي عملتها في الفيديو د يعني الطرطه د العقيقه حتى هي او السابع، انا غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. وكما كتشوفوا بالنسبه لهذا الورد هذا ابيض، هذا كنت سبق لي حضرته معكم في الطرطه د التاج، عاود حتى هو انا غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. وبالنسبه لهذا الزواق هذا كامل كما كتشوفوا خليته يعني يومين ثلاث ايام، خليوه شحال ما بغيتو، يعني خليوه حتى شهر ما كيوقع له حتى شي حاجه. يعني ممكن تحضروا الزواق ديالكم من قبل الحفله باش تبقى لكم سهله كيف ما كتشوفوا. يعني انا بقى لي الطرطه غير زينه. وبالنسبه للورد اخر اللي مش نستف هنايا، هانتم كتشوفوا يعني كنطليها بالناباج وكنزل عليها الورد. ومن الاحسن من الافضل يعني هذاك الفرشي تغطيوه كامل بالفوندان عاد او عجينه السكر، عاد تنزلوا هذا الورد باش يلصق فيه مزيان وما يطيحش.
وهذا كان هو الفيديو اليوم، نتمنى يكون عجبكم، ونتمنى يكون عجبتكم حتى الطرطه. وما تنساوش تخليوا لي اللايكات ديالكم والكومنتاريوز ديالكم. وبالنسبه للناس اللي جدادين معنا في القناه، ما تنساوش تشاركوا في القناه اذا عجبتكم بالضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو.